الاهلي يتعادل مع البنك الاهلي 1-1 في ختام مباريات الفريقين لكاس الرابطه المصريه للانديه المحترفه. احرز اهداف وليد سليمان نادي الاهلي في الدقيقه 51، وتعادل محمد هلال من ركله جزاء في الدقيقه 85. كابتن شريف، يمكن الشوط الثاني تحسن الوضع نسبيا بالنسبه لاداء الفريقين. يعني نفس المفهوم ان انك تمسك الكوره في الملعب وتحاول انك انت تقدم شيء مختلف عن الشوط الاولاني، ده كان لازم يكون ليه دور للاجهزه الفنيه في غرفه الملابس. انما هدف جميل جدا من وليد سليمان بتحرك جميل جدا برؤيه كويسه من ربيعه، هو ده المكسب النهارده في بالنسبه لنا احنا. المكسب ان في لعيب في سن وليد سليمان بيتحرك بهذا الشكل بهذا المفهوم، بيثبت انه قادر في اي وقت انه يكون ليه بصمه في اي مباراه، حتى لو بيشترك 10 دقائق، بيشترك 20 دقيقه، بيشترك من المباراه من اولها. هو ده مكسبنا الوحيد النهارده في المباراه. طب ايه رايك في حمزه علاء كمان؟ حمزه علاء اهو يعني على حسب المواقف اللي بتجي لك او بتتعرض عليها بيحاول يتصرف فيها، بس اداء كويس بره المسؤوليه النهارده، بره اي مسؤوليه. حتى الكره اللي اتشاطت وتردت منه وكان هيجي فيها جول، ده راجل معرض ان هو ان المسافه اللي اتشاط عليها اقل من 18 يارده. صحيح. فانك تشاط على كده كويس جدا الشكل اللي هو حافظ عليه النهارده لغايه اخره، وخاصه ان احنا حتى الهدف اللي دخل فيه كان ضربه جزاء. لا يسأل عنه. لا يسأل عنه، وان كان هذه البطوله قفلت خلاص. صحيح. والمراد منها نلنا المستر موسيماني حققه لنفسه او حقق للعيبه دي فرصه كبيره قوي للتعارف بين الجماهير وبين شكل في اللعب فوق بيبقى عامل ازاي. صحيح. كل التوفيق بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه دي كلها وبالنسبه للاجهزه الفنيه والنادي كله والمؤسسه كلها وبطوله الانديه العالم اللي جايه ان شاء الله باذن الله، مش كاس العالم، بعوده باذن الله بقيه لعيبتنا بعد ما يخلصوا مهامهم في كل حته، اللي في افريقيا واللي هنا، وان شاء الله مصر تكسب. بالظبط. مش عايز حد يجي لي، انا مش عايز حد يجي لي، انا عايز مصر تكسب باذن الله، عشان ما حدش يتكلم بس في اي حاجه ثانيه. باذن الله يكون لينا التفوق باذن الله، باذن الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله، وللنادي الاهلي باذن الله في دبي في ابو ظبي. ابو ظبي ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، انطباعك عن الشوط الثاني بس، مش هنتكلم عن الشوط الاولاني. ده الشوط الاول خلاص. يعني الشوط انتهى تماما، هو ما كانش موجود اساسا. هو كان منتهي. يعني هو الشوط انتهى. لا الشوط الثاني تحس ان في تحسن من جانبين، يعني من النادي الاهلي والبنك الاهلي، تحس ان في يعني بقت مباراه رسميه على راي عادي كانت وديه، بقت قلبت رسميه الشوط الثاني. كل واحد بقى ليه دوافع وعايز يكسب، عايز يكسب المباراه. لعيبه النادي الاهلي واضح ان في كلام حصل بين الشوطين ان هم يلعبوا من غير خوف، من غير يعني يلعبوا بتحرر، يحاولوا يكسبوا المباراه. طبعا الحاجه كمان قوي المضيئه قوي في الشوط ده او في المباراه هدف وليد. طبعا وليد حاجه ممتعه في كره القدم. وليد يعني في اي وقت في اي لحظه في اي مكان وليد سليمان مضمون. صعب مره عاليه جدا. طبعا طبعا التمريره كمان من رامي حلوه قوي برؤيه كويسه بالتايمنج حلو قوي قبل استلام وتصرف سريع هايل. الهدف كله بالاستلام يعني مزبوط. التايمنج بتاع رامي الاول لازم اخد حقه ان هو لعبها بالظبط في الوقت الصح عشان الاوفسايد. استلام وليد والتفكير وشايف حارس المرمى كل ده ما ينفعش يعمل واحد لعيب عادي. لازم لعيب ذو مهاره خاصه، شايف يعني الاستلام دي هو شايف حارس المرمى عملها كمان لب باتقان. هدف حلو قوي من لعيب طول عمره كان ممتع وليد. بعد كده تحس ان البنك الاهلي يعني لو ما ينفعش ان الشباب الاهلي زي ما بيقولوا نخسر واحد. صحيح. بدات هجمات كتير، بس الملاحظ في الشوط الثاني ان بدنيا لعيبه النادي الاهلي الصغيره قلت، وده على فكره طبيعي ما فيهوش اي مشكله، يعني ما بلومش حد عليه، بس مهما كان يا ايمن الحمل التدريبي اللي بياخده الناشئ غير اللاعب اللي هو الفريق الاول. مزبوط. وبعدين مباراه مضغوطه شويه. فطبعا لا بشكرهم اولا طبعا على المجهود اللي عملوه في كل المباريات، وفي مجموعه ممتازه ان شاء الله يا رب يكملوا في النادي الاهلي. لكن الشوط الثاني شوط حلو. صحيح. طبعا كل تجربه ليها ايجابيات وليها سلبيات، هنتكلم على الايجابيات والسلبيات مع الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال، ولكن بعد الفاصل.
مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، زي ما قلنا قبل الفاصل، كل تجربه ليها سلبيات وايجابيات. طبعا خلينا نتكلم على الايجابيات سريعا قبل ما نروح لتشكيل منتخب مصر. سليمان رقم واحد، وليد سليمان، ودي حاجه مهمه قوي. ليه؟ انا دايما بقول على وليد سليمان حل سحري في وقت قليل. وليد سليمان لاعب مهم للغايه. كبر صغر وهو من افضل اللاعبين. هو هيكبر دايما، مش هيظهر. مش هيصغر يا صغير. لا مش هيصغر. هو كبير وصغير. لا يعني انا بتكلم على وليد سليمان، لو صغير او كبير عنده حاجه، ميزه واحده بس. لعيب بيعرف يستغل الفرصه. صحيح. بيعرف يجيب جون. فكره عالي قوي. حتى قوي وشرس. عنده شخصية وفردية وعنده شخصية وقيادي مع اللعيبة. فأنا بتكلم وهينفعنا في كأس العالم، دي حقيقة. حتى ياخد أجزاء، ياخد أوقات قليلة. أنا يعني في لعيبة، أنا يعني عاوز أقول لك، أنا ممكن أودي في لعيب، ممكن أوديه منتخب مصر مش نادي عشان يديني خمس دقايق. حاجة تانية، حمزة علاء برضو حاجة جميلة قوي. إحنا اتكلمنا على ان النادي الاهلي عنده حراس مرمى كويسه، في مصطفى شوبير وفي حمزه علاء، وعندك علي لطفي، وعندك محمد الشناوي، وعندك اربعه يقدروا يشتغلوا في للنادي الاهلي كويس قوي. فدي الايجابيات. السلبيات بقى لا مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي. ماشي كابتن بلال، سريعا ايجابيات المرحله اللي فاتت. يعني اهو المرحله كلها ولا بتتكلم على لا كلها طبعا. المدير الفني، يعني انت دايما بتخش بطوله او بتلعب ماتش ودي او حتى ماتش رسمي او حتى تدريب، بيبقى لكل مدير فني عنده اهداف عايز يحققها من خلال حتى التدريب، حتى لو جرعه تدريب بسيطه بالنسبه له. الماتشات اللي فاتت دي، انت النهارده داخل كنادي الاهلي، كنت داخل في حاجتين. الحاجه الاولى انك تكتشف وتدي فرصه للناشئين بتوعك، مين ممكن يكمل معاك، ممكن لا هتستغنى عنه، ممكن نبيعه، تقدير كمان اللعيبه، لان اللعيبه دي اعتقد ليها عقود، يعني برضو مش لعيبه كده يعني، ليها عقود وليها ارقام. المفروض يعني العقود والارقام دي انت النهارده بتترجمها كناشئ او انت كلاعب في النادي الاهلي، ممكن تبقى على مشارف انك تلعب في الدرجه الاولى. النهارده ليك تقييمك المادي او تقديرك المادي عند النادي وعند الانديه الاخرى. في لعيبه النهارده تسويقيا انت ممكن تكون استفدت منها كنادي اهلي. صحيح. ودي برضو ناحيه مش لازم نغفل عنها، الناحيه التسويقيه. النادي الاهلي النهارده بيسوق لعيبته اللي ممكن يروح اعاره، اللي ممكن يلعب في الدوري الممتاز او اي حته ثانيه، ويرجع لك مره ثانيه لعيب عنده امكانيات وعنده قدرات، زي عبد المنعم كده احنا بنتكلم عليه وبنقول ان هو كان لعيب جيد وفتره اعارته افادته وافادت النادي الاهلي. فالماتشات دي بيبقى فيها ناحيه تسويقيه كبيره جدا بالنسبه له. الحاجه الثانيه ناحيه الاعداد بالنسبه للمدير الفني موسيماني، وهي المباراه اللي فاتت اللي كان مفترض انك بتجهز او بتحضر اللعيبه اللي موجوده عندك بقالها فتره ما بتلعبش ماتشات، فانت لعب يعني اديتهم فرصه المباراه اللي فاتت وان كانت مباراه سيئه، ولكن برضو هي في اطار الاعداد بالنسبه لك. الاعداد البدني والاعداد الفني والاعداد النفسي، دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر من خلالها، بالاضافه لاكتر من لاعب انت ممكن تكتشفه. يعني اكتشفنا سنتر باك للنادي الاهلي في الماتشات المغربي اللي فاتت. مغربي النهارده حمزه كويس، مصطفى شوبير كويس، يعني في بعض اللعيبه ممكن تقول زياد طارق لعيب كويس، امكانياته كويسه. في بعض اللعيبه محمد اشرف قبل كده بالظبط. فممكن في لعيبه ممكن تقول ان دي لعيبه ممكن تبقى لعيبه بروميسنج بالنسبه لك انت، يعني توعدهم للمستقبل. صحيح. افتكروا محمد نصير. ايوه الاسم ده، محمد خليفه اللي هو نصير ده، بيلعب سيرد باك وبيلعب ديفندر وبيلعب في كذا مكان، والمغربي. صحيح. ان شاء الله دول ما هيبقوا اساسيين مش في النادي الاهلي، هيبقوا في المنتخب. شرقيه طيب. شرقيه قصدي شرقيه. لكن الاثنين طيب. دول لعيبه عاليه قوي، هتكتشفوهم باذن الله. هتلاقيهم زي منعم كده، تلاقيهم نطوا مره واحده وراحوا ان شاء الله. طيب سريعا قبل ما ناخد تشكيل المنتخب، نروح سريعا لزميلنا محمد توفيق والقاء مع حارس المرمى حمزه علاء. مساء الخير كابتن ايمن، برحب بحضرتك مره ثانيه على منتهى مباراه الاهلي والبنك الاهلي في ختام مباريات دور المجموعات لكاس الرابطه. ويمكن معانا بعد المباراه حمزه علاء احد نجوم الاهلي الشباب اللي كانوا موجودين النهارده. يعني يا حمزه، يمكن بنهنيك على الاداء، يمكن خلاص البطوله زي ما بنقول كده يعني انتهت، كانت بطوله تحضيريه استفدنا منها بشكل كبير. يعني شايف استفدت ايه انت وزمالك من البطوله؟ هو طبعا في الاول عايز اقول الحمد لله على اول مشاركه ليا مع النادي الاهلي، ده يوم بالنسبه لي حاجه كبيره جدا بصراحه، و يعني ان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس كلها وتبقى بدايه خير يا رب. وعايز يعني اقول سلامه مصطفى شوبير عشان يعني عرفنا قبل المباراه ان هو مصاب، وسلامه كابتن شناوي، ربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب، وتبقى فتره خير ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. حاجه
حمزه على الفريق ان شاء الله بكره مسافر كاس العالم للانديه. اعتقد مسؤوليات كبيره عليك دلوقتي، ويمكن دورك زي ما نقول بنقرب مع الكابتن الشناوي، لسه مش عارفين ظروفه مع المنتخب، كمان اصابه مصطفى شوبير كمان يعني بيغيب عن السفر. شايف الفتره الجايه هتستعدلها ازاي وشايفها ازاي؟ هو طبعا بطوله كاس العالم للانديه بطوله كبيره جدا وحلم لاي حد ان هو يبقى متواجد فيها، بس احنا لازم نروح بهدف واحد، مهما كنا كاملين عدديا او مش كاملين لازم نروح بهدف ان احنا نرجع مفرحين جمهور النادي الاهلي، ودي حاجه مش سهله يعني، مش هتحصل بسهوله، ولازم يعني خلاص ماتش النهارده خلص نقفله ونركز بقى في اللي جاي، ان احنا عندنا ان شاء الله ماتش مونتينيري يبقى تبقى بدايه خير في البطوله ان شاء الله، ونقدر نفرح الناس يا رب. النهارده ابرز التعليمات من مدرب الحراس ميشيل وكمان من مستر موسيماني النهارده قبل ما تنزل المباراه؟ هو طبعا كل يعني الكلام كله كان كلام تحفيزي، مش يعني ما حدش قال لي اعمل حاجه انا مش عارفها، هي كلها حاجات احنا متعلمين عليها وانا بتمرن عليها مع الفريق الاول من ساعه ما خرجت، ومع الناشئين من ساعه ما انا موجود في النادي من سنه 2009 وانا بتعلم الحاجات اللي انا عملتها النهارده يعني، وان شاء الله تبقى بدايه خير ونبقى نقدر نفرح الناس دايما يا رب. شكرا حمزه، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع حارس مرمى نادي الاهلي حمزه علاء، يعني كل الامنيات للنادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، وباذن الله يعني تغادر بعثه فريق النادي الاهلي الى ابو ظبي غدا، ومعها كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، ودايما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كلمه ليك كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. نغلق بقى صفحه كاس الرابطه. كابتن شريف سريعا، تشكيل منتخب مصر النهارده: ابو جبل لحراسه المرمى، عمر كمال فتوح ظهير ايمن ظهير ايسر، حجازي ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، ثلاثي وسط الملعب ايمن اشرف عمرو السوليه محمد النني، وثلاثي المقدمه عمر مرموش محمد صلاح ومصطفى محمد. مفيش تغيير عن المباراه اللي فاتت غير التغيير الاضطراري اللي هو ايمن اشرف مكان حمدي فتحي، وده بطبيعه الحال لوجود اشرف حكيمي في ناحيه اليمين، وهو بيتوسم ان يكون الحته دي يقدر يقفلها باي شكل عن طريق ايمن اشرف وعن طريق فتوح. كل فرقه في اذا كانت مصر او المغرب عندها انياب تقدر تترجم حاله فوز النهارده في اي وقت من المباراه. فانا كل اللي بتمناه لمنتخب مصر ان يكون عنده الثقه اللي كانت موجوده في مباراه كوت ديفوار، ويتعامل انا اعتقد ان كوت ديفوار لا تقل عن فرقه المغرب، ويتعامل على هذا الاساس ويفرض امكانياته في الملعب ويحاول يعوض الاهداف اللي راحت منه هذه المباراه باذن الله. كابتن علاء سريعا، رايك في تشكيل المنتخب؟ سريعا، هو اختيار ايمن اشرف ده كان هيبقى في كوت ديفوار، بس لاخر لحظه هو اختار حمدي فتحي وكان اختار الصح. ما اعرفش، انا بالنسبه لي اختار ايمن اشرف في المكان ده بتدي كده اللي هو فرقه المغرب، انا بدافع لان بس انت بس هل ممكن تكون دي وجهه نظر سريعا يعني برضه اشرف حكيمي طبعا في الجنب اللي هو فيه اشرف حكيمي، وفي نفس الوقت يدي برضو الحريه بعض الشيء اللي فتوح انه يقوم بانطلاقات هجوميه. انا لو خدت رايي، لا انا شايف ان طبعا اشرف في الحته دي لا مش هو مزبوط. فتوح بينطلق يا كابتن في بعض الفترات بينطلق، ده مفتاح لعب من ناحيه الشمال على فكره. لا انا في مباراه كوت ديفوار فتوح عمل كام لا بروس. هو لا معلش كل مباراه ليها ظروفها. انا بسالك، ظروف النهارده اصعب. فتوح عمل كام، ما انا بقول لك هو بيلعب ايمن اشرف عشان كده، انا بقول لك ظروف النهارده اصعب. عمل كام كروس في مباراه كان مقل جدا هو عمر كمال؟ لا ما كانش موجود، مش مقل في فرق بين انا موجود ومقل ما كانش موجود في كوت ديفوار. فانت لما بتلعب زي ما كابتن علاء بيقول كده، لما بتلعب دي تعليمات مدرب خلي بالك عشان الجبهه اللي كان بيلعب عليها ايمن. هي معلش يا بلال، هي دي التشكيل ده دي يعني كده دعوه ان انا بدافع النهارده. كابتن دافع هتلعب في نص ملعب بالظبط. انت النهارده هتلعب نص لو بالشكل ده يبقى انت كروش بيقول للمغرب احنا هنلعب في نص ملعبنا او الجيم هيبقى بنلعب على استحواذ. طب في ظل الظروف دي كان ممكن يلعب بمين غير ايمن؟ مهند نفس الخطاب بتاعت كابتن قريب من حمدي. العب بسنتر باك، العب بسنتر باك او باك ليفت، احطه في نص ملعب عشان يقفل جبهه. الامور مختلفه يا كابتن. كابتن ما في جبهه ثانيه قويه على فكره. كابتن عادل رايك سريع. قويه مش وحشه يعني. كابتن عادل رايك سريع. هيعمل مشكله عندنا في حته انك انت من ناحيه اليمين وناحيه الشمال سفيان بوفال ممكن قوي جدا واحد ضد واحد مع ما فيش سبورت، لان ايوب الكعبه هيبقى محمد عبد المنعم، يوسف النصر هيبقى حجازي فياخدوهم على جوه، وممكن يبقى واحد ضد واحد يوسف بوفال او سفيان بوفال ممكن يجيب بنالتي يجيب حاجه لانه دريبل كويس وبياخد الكره وبيخش على جوه. دي رقم واحد. رقم اتنين، نص الملعب مش هيبقى عندك باص وتحرك كتير، مش هتمسك الكره كتير. عندك النني بيلعب السهل قوي، عندك السوليه الوحيد اللي ممكن يعمل لك ريسك ايمن اشرف هيبقى يلعبها كظهير، فهتبقى عندك
قله شويه في وسط الملعب في مسك الكوره هتبقى عندك مشكله. المشكله الاكبر النهارده في الكور الثابته، عندك اطوال قليله. صحيح. طيب عموما نتمنى التوفيق لمنتخبنا المصري ان شاء الله لتحقيق الفوز، وباذن الله باذن الله نبارك لبعض باذن الله وصول منتخب مصر الدول الاربعه. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا.